السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم يا أصدقائي، معكم أيوب من قناتي بي إن دي جيمز. وفي هذه الحلقة سوف أعرفكم على مكان وجود المهرج القاتل أو المهرج السفاح، فهيا لنبدأ. لكن أولا أريد أن أقول لكم لمن سوف سأقول للأصدقاء الذين سوف يكتبون لي مجددا أنا أكذب عليهم أو مثل هذا الكلام، سأقول لكم يا أصدقاء أن هذا عبارة عن مود تركبه في اللعبة لكي يشتغل معك، ثم عليك الدخول إلى اللعبة والبحث عن مكان وجود ذلك المهرج أو المود الذي ركبته. أوكي، الآن دعونا نقوم بالخروج من هذا المنزل، وطبعا سنقاتل مجددا عصابة بالاس، لهذا سنحتاج إلى الأسلحة. أوه، ما هذا؟ حسنا، سأقتل هذا. أوه، ضربة واحدة، هيا. تخلصت من واحد فقط. حسنا، هذه منطقتنا، مكان وجود المهرج السفاح يوجد هنا. هنا يتواجد ذلك المهرج، هنا هذا هو المكان. وطبعا نحتاج إلى وسيلة نقل، وسأختار أنا هذه الطائرة. يا سلام، يا عيني عليك، هيا أقلعي ولننطلق. حسنا يا أصدقاء، بينما نحن ذاهبون أريد أن أقول لكم شيئا. شكرا شكرا يا أصدقاء لكم على دعمكم الرهيب، شكرا لكم على تفاعلكم معي يا أصدقاء. وفي الآونة الأخيرة بدأنا نحصل على أكثر من 100 مشترك في اليوم يا أصدقاء، بصراحة فإن هذا رهيب جدا، شيء جميل جدا يا أصدقاء، إن دعمكم خرافي ورائع يا أصدقاء. شكرا شكرا لكم يا أصدقاء على دعمكم لي، وشكرا لكم على دعمكم لي أيضا باللايكات وبالتعليقات الجميلة والمحفزة، وأتمنى أن تستمروا في دعمي يا أصدقاء لكي نصل إلى 10,000 مشترك إن شاء الله، فليس بالبعيد، إن شاء الله نستطيع الوصول إلى 10,000 مشترك إذا بقينا على هذا الدعم. إذا بقيتم على دعمي مثل هذا الدعم يا أصدقاء، نستطيع أن نصل إلى 10,000 مشترك. أوه، اصطدمنا بالأشجار. لا 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 لا. أوه، حسنا لقد اقتربنا من المكان، لم يبقى الكثير. أعتقد أن هذه هي البحيرة التي يتواجد فيها. الآن سوف أهبط هنا. نعم، لقد وصلنا. وصلنا أخيرا. يس، توقفي. والآن سوف أستخدم الدراجة. سأستخدم الدراجة 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 الدراجة. أي، سأختار هذه الدراجة الجميلة. لم أركب هذه الدراجة منذ زمن بصراحة. واو واو، هذا هو الكوخ الذي يعيش فيه ذلك المهرج، لقد بدأ يظهر معنا. هذا هو الكوخ الذي يعيش فيه المهرج. هيا استدير استدير، هنا يسكن ذلك المهرج في هذا الكوخ، تقريبا في المكان الذي يوجد فيه سيلندرمان. واو، لقد تغير الجو فجأة، انظروا وأصبحت تمطر، يا إلهي. حسنا لحظة، سنستعد لأي شيء. أعتقد أن المهرج في هذا الداخل. ايوه، اوب، اي، اوه، المكان فارغ، اين هو يا ترى؟ المكان فارغ، لا يتواجد هنا. حسنا لنرى هنا.
أوه، هنا أيضا لا يوجد فيه أي شيء. الله يستر لكي لا يأتي لنا من الخلف. ها هو المهرج، لم يرنا بعد. حسنا حسنا، هذا أفضل، لا نريد أن نقاتله الآن. سأخذ له صورة، انظروا إليه، واو كم هذا مرعب، انظروا إلى هذه الأسنان المرعبة، انظروا إلى هذا الأنف. واو، إنه يرتدي حقا ملابس البهلوان المهرجين، هذه القبعة الصغيرة، وهو يحمي المنشار كذلك. يا إلهي، حسنا سأنظر، سأرى هنا، سأستطيع رؤية وجهه بشكل جيد. لا، انظر إلى هذه الأسنان. واو، هذا رهيب جدا. سآتي إلى هنا، أعتقد أن هنا أفضل. أتمنى أن لا يهاجمنا. واو، صراحة فإن هذا مرعب جدا. لا أعتقد أن هذا من البشر يا أصدقاء، انظروا إلى شكله. حسنا، الآن سوف نذهب إليه، سنلقي التحية لنرى إذا كان مسالما أم لا. إنه يهاجمني، يريد قتالي. انظروا، رأيتهم، هاجمني، لقد هاجمني، ومن حقي أن أدافع عن نفسي. ما هذا المسدس الذي اخترته؟ افتعد 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 افتعد، اهرب 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 اهرب. هذا السلاح افضل. عد الى الخلف، عد الى الخلف، ماذا يتحرك؟ واو، هيا موت 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 موت، اهرب 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 اهرب. واو، حسنا، لقد يعتقد بأنه سوف يهزمني بذلك المنشار، لهذا سوف أقاتله أنا أيضا بالمنشار، ولنرى من سوف يخسر في الأخير. أوه، لقد توقف. حسنا، العين بالعين والسن في السن والبادئ أظلم. أوه، تعتقد نفسك أنك الوحيد الذي تجيد القتل بالمنشار، ها؟ انظر انظر، هيا هيا هيا، موت الآن، موت 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 موت، سحقا لا تريد قتلي، ها؟ تعتقد أنك الوحيد الذي تجيد القتل بالمنشار، ها؟ واو، ما هذا الشخص، الهيلث الخاصة به قوية جدا يا أصدقاء، حتى أنه لا يريد الموت. واو، لا زال يلحق بي. واو، هيا موت، انظروا إليه، إنه لا يموت. كما قلت لكم يا أصدقاء، لا أعتقد أن هذا الشخص من البشر. رأيتم؟ واو، اهرب 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 اهرب، وما زال يلحق بي. ما هذا الشخص؟ حسنا، سأختار سلاح أقوى من ذلك. هذا، أوه لقد توقف. حسنا، لدي فكرة، وسأرى إذا كانت ستنجح أم لا. سوف أحاول قتله بالسكين. يس، هيا هيا، أين هو؟ ها هو. حسنا، سأختار السكين وسوف أقوم بقتله غدرا من الخلف. أنا السكين،
أم يظهر بعد؟ حسنا، هذا هو السكين، وسوف أقتله غدرا من الخلف. ولنرى إذا كان سيموت. يس، انظر إليه، ولقد قتلناه. يا سلام يا سلام، لقد قتلته بضربة واحدة بالسكين من الخلف. يا إلهي، لقد مات. واو، أين الكاميرا؟ أين الكاميرا؟ سوف ألتقط له صورة وسأقدمها إلى إلى العلماء الذين يبحثون عن المخلوقات الفضائية. فهذا مخلوق فضائي أيضا، ليس من البشر. انظروا إلى هذا المفك. انظر إلى أسنانه، إنها تشبه أسنان القرش. يا إلهي، وهذا الأنف. انظروا إلى هذه الأعين. يا سلام. يا عيني عليك، إنه يحدق بي رغم أنه ميت. انظروا إلى أذنيه. حسنا يا أصدقاء، لقد تخلصنا من المهرج القاتل الذي كان يرعب مدينة مدينة سان فيرو أو سان أندرياس عامة. لقد تخلصنا منه. حسنا يا أصدقاء، لمن يريد تركيب وتجربة مود القاتل المهرج القاتل أو المهرج السفاح، فسأضع لكم رابط المود أسفل الفيديو لمن يريد تركيب المود المهرج وتجربته أيضا في اللعبة. سأضع لكم الرابط أسفل الفيديو، كما أيضا سأضع لكم في الملف المهرج السفاح، سأضع لكم طريقة تركيب المود في الملف كذلك، والهيلث كما الشريط الدم الخاص بسي جي كذلك، سأضع لكم رابطه أسفل الفيديو، وقائمة مود قائمة السيارات إضافة إلى الأسلحة كذلك إن أردتمها، سأضع لكم أيضا رابطه أسفل الفيديو. أعتقد أن هذا هو كل شيء. هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو. أتمنى أن يعجبكم الفيديو، فإن أعجبكم الفيديو فلا تنسوا لايك والاشتراك في القناة. كان معكم أيوب من قناتي في إندي جيمز. إلى اللقاء.